أقامت سفارة مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعدد من أصحاب السمو والمعالي والوزراء والسفراء وعدد كبير من كبار المسؤولين والمواطنين البحرينيين المتواجدين في دولة الإمارات. وكان في استقبالهم سعادة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الإمارات وأعضاء السفارة. وفي بداية الحفل تم عرض فيلم وثائقي يعكس العلاقة الأخوية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وما تتميز به من مصير وهدف مشترك. وبهذه المناسبة رفع سعادة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين في أبو ظبي في كلمة له أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، مشيدا بكل فخر واعتزاز أن تتزامن احتفالات البلاد بالعيد الوطني بيوم الشهيد، وذلك تقديرا للتضحيات التي قدمها شهداء الوطن من أجل رفعة البلاد والأمة العربية أجمع. وبيّن سعادته أن العلاقات البحرينية الإماراتية تمتد جذورها لعقود طويلة، وهي تتسم بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والقيادتين الحكيمتين. كما استعرض سعادة السفيرة الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مملكة البحرين منذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى على كافة الأصعدة والتحولات التاريخية التي شهدتها مملكة البحرين منذ أن تولى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله مقاليد الحكم، مستذكرا ريادة مملكة البحرين وما شهدته من احتفاء بمئوية التعليم والشرطة. وفي ختام كلمته تقدم سعادة السفير بجزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ما يكنوه من محبة وتقدير لشعب مملكة البحرين ولجميع الحضور على مشاركتهم أفراح مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. لا شك أن أفراح البحرين هي أفراح الإمارات، وما يتحقق في البحرين من إنجازات ومن خطوات تنعكس إيجابا على مواطن البحرين ومواطن الإمارات. نحن فخورين لما توصلت له العلاقة بين بلدينا بفضل حنكة وإصرار ومجهود وتوجيه المعازيب جاهة الملك وصاحب سمو رئيس الدولة. دائما إن كان في لقاءاتهم أو في تواصلهم أو في رسائلهم لنا وتوجيهاتهم، إن العلاقة الإماراتية البحرينية هي ذات أولوية، وهي راسخة تاريخية